مرحبا، انا احمد دبسي من انترفال بلس. انترفال بلس هو نادي رياضي متخصص ومعتمد في رياضه الكروسفيت، وعندنا معظم الايكويبمنتس المستخدمه في ريبو كروسفيت جيمز، منها ترو فورم رانر. وترو فورم رانر هو شكل السير المعروف، بس السير بتاعنا ما فيش فيه موتور، بيكوز وي بيليف ذات يو ار ذا ماشين اللي هيحرك الادوات والايكويبمنتس بتاعتنا. فالسير بتاعنا بيعتمد على استخدام الحركه الطبيعيه لجسم الانسان، الفانكشن موفمنت. فلو طلعت على السير وابتديت تمشي، you have to push your legs علشان تحرك السير. لو انت وقفت السير بيقف. ف you have to push and you have to produce the movement from your legs. وانت بتمشي بالشكل ده جسمك بيكون balance و coordination و accuracy ما استخدمهاش قبل كده. True form runner بيشغل الكور بنسبة 30% اكتر من السير العادي، وبيحرق كالوري اكتر من السير العادي. تابعونا عشان تعرفوا اكتر عن الكروسفيت وعن الادوات الكتير المستخدمة فيه.